متتبعي قناتي الاوفياء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى ان شاء الله باش ديروا لايك وبارطاج لهذا الفيديو اه اللي بغيت نبينكم فيه الوفاء ديال الحيوان مع الانسان شوفوا هذه المشيشه مش صغيره اه جابتها بنتي بغات ربيها ماما بغيت نربي هذه المشيشه عجبتني قلت لها صافي يعني شديها ولكن بحكم انني انا نخدم ونخرج يعني من الصباح حتى لواحد الوقيته ديال الظهر ولا فيس الظهر يعني حتى مثلا بعد الظهر هاد المشيشه بقات يعني شي مرات كتبقى بالجوع شي مره يعني كتبقى محبوسه قلت لبنتي يا بنتي صافي المهم انا هاد المشه غادي نتخلاو عليها غادي نخليوها ربما يجيب لها الله شي واحد اللي غادي يربيها ولا يعتني بها ولا أه صافي أه وخاب بنتي ما بغاتش وبكات وكلشي قلت لها صافي المهم ما نديوش الذنوب ديالها صافي وجبتها قلت والله حتى نحطها أه يعني أه في الشارع بعدتها على البلايص اللي فيهم أه يعني الحيوانات اللي غادي ياكلوها ولا بحال الكلاب ولا حطيتها في الشارع وقلت غادي نمشي والمهم ونخليها أه بحكم ان هاد القطيطه قعدت معنا 15 يوم يعني تولفت الصوت ديالي والهضره ديالي أه مجرد انا حطيتها في الشارع وهي بقات تابعاني تابعاني انا تمشى وهي مورايا انا تمشى وهي مورايا وبقات فيا يعني في القلب ديالي وقلت والله ما انا رجعتها للدار ها نتوما شوفوا الاخوان